السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير استاذ. مساك الله بالنور النبي. تعرف عليك الله يعطيك العافيه. كامل زياد. والله ونعم استاذ كامل، كلمه تقولها لعريس الليله بهذه المناسبه. اقول له الف مبروك والله يتمم له على خير ان شاء الله وبالرفاء والبنين. الله يسعدك ويبارك فيك، اكيد لك صله قاقع يعني علاقه كبيره بينك وبين العريس صحيح؟ جيران والله. ما شاء الله تبارك الله، طيب وش رايك في عريسنا منير وهو صغير، كان شقاوي ولا كان هادي؟ لا طول عمره محترم منير والله. بس حاله يعني عمر ملوش يعني. مرة. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. هلا فيك حبيبي. انا اتعرف عليك استاذ الفاضل. قدر محمد الله. والله ونعم استاذي. كلمه تقول عريس الليله بهذه المناسبه. مبروك وان شاء الله بالرفاه والبنين والف مبروك وربنا يهنيهم ويعطيهم الصحه ويدوم المحبه بينهم ويوفقهم ان شاء الله يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه يسلمك ان شاء الله. لا باقي هذا الشاب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. نتعرف عليك. محمد. ما شاء الله محمد، ايش تقول للعريس بهذه المناسبه؟ الله يبارك له الف مبروك. العافيه ان شاء الله. وانت ان شاء الله نشوفك عريس، قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسعدك حبيبي.